مساء الفل واهلا اهلا اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم بدون حظر على قناه صدى البلد. اسبوع حافل، اسبوع فيه تفاصيل كتيره سواء على السوشيال ميديا سواء في الحياه الحقيقيه. دوري بيعود لميت عقبه بعد سنين، صباره راقصه اشعلت السوشيال ميديا، ونتائج الثانويه العامه وتوابعها والتنسيق والمرحله الاولى والمرحله الثانيه وتفاصيل كتيره جدا في اسبوع مزدحم. لكن الحقيقه وسريعا في تقديري من اهم ما حصل في خلال الاسبوع اللي فات، والحقيقه يعني انا من حقي اكون متحيز، بس انا مش بقول ده عشان انا متحيز في رايي. مداخله سياده الرئيس مع الأخت والزميلة والصديقة العزيزة الأستاذة الكبيرة عزة مصطفى على قناة صدى البلد الأسبوع ده كان فيها رسائل شديدة الأهمية، ووالله مش بس علشان هي في قناتي أو مع زميلتي، لكن في رأيي من بين رسائل كتيرة مهمة أنا في رسالة أنا شخصيا يعني بشوف إن هي محتاجة إن احنا نقف عندها كتير وإن احنا نتحرك بجدية حقيقية فيها، وهي الرسالة الخاصة بدعم الثقافة والفن. محدش يقول لي ان ده مش أولوية، محدش يقول لي ان احنا الإرهاب والمخدرات والجريمة وكل التفاصيل اللي احنا بنعاني من كتير منها والسلوكيات، وحتى قصة الانفجار السكاني اللي احنا بنتكلم عنه، محدش يقول لي ان فيلم زي امبراطورية مين ما كانش له دور في وقت من الاوقات ان هو يعالج ده، محدش يقول لي ان الحملات اللي اتعملت بتاعت الله يرحمه الاستاذ محمد رضا وعبد السلام والبلهارسيا واجيال كتيرة شافت الكلام ده ما غيرتش حاجات كتيرة، محدش يقول لي ان الفن والثقافة ما يقدروش يغيروا اللي مليون سلاح ما يعرفش يغيره. أنا بتصور إن رسالة الرئيس في هذا الاتجاه من أقوى وأهم الرسائل اللي لازم الفترة الجاية تترجم على الأرض، وأتمنى ومتأكد إن هيكون في إرادة سياسية إن هي تترجم على الأرض. دي حاجة كنت عايز أقف عندها في عجالة. دلوقتي هنبدأ قصصنا وحكاياتنا، من فضلكم تابعونا. أول قصصنا النهاردة شكرا مصر. دي رسالة وجهتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على صفحاتها على السوشيال ميديا بعد قرار وزارة التعليم بالسماح للاجئين وطالبي اللجوء اللي انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم العام للسنة الثانية على التوالي. قالت المفوضية إن مصر أعطت الفرصة لطلاب قادمين من سوريا، اليمن، السودان، جنوب السودان للحصول على فرص للتعليم بشكل متساوي مع الطلاب المصريين. ده مش جديد على مصر اللي بتستضيف أكتر من 5 مليون لاجئ، وعمرنا ما بنقول عليهم كده، أكتر من 5 مليون بني آدم وضيف عزيز على قلوب كل واحد فينا، مش في مخيمات ومش في مناطق معزولة، لكن وسط المصريين اللي طول تاريخنا يعني طول عمر الضعيف والمظلوم، ابننا وأخونا وجارنا بدون متاجرة بمساعدتنا لأي حد، ودايماً مصر كبيرة وتفضل كده. قصتنا التانية من كورونا. الأسبوع اللي فات دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت يوم الاثنين في مؤتمر صحفي عن أن اكتشفنا وجود سلالة دلتا في مصر. قالت أن أول حالة كانت في يوليو، وبعدها تم اكتشاف حالات تانية كانت مسافرة لخارج مصر. طبعا احنا بنتكلم على زلزال، لان النهاردة العالم كله هلعه الاكبر هو دلتا، لان بنتكلم او سلالة سريعة الانتشار حسب دراسة اجرتها مركز مقاومة الامراض CDC في امريكا، واظهر ان 25% من الاصابات في لوس انجلوس بس في اخر 3 شهور كانت لاشخاص حاصلين على جرعتين من اللقاح. طبعا احنا بنتكلم على فايزر وموديرنا بشكل اساسي، لان هو ده اللي هم بيستخدموه هناك. ده معناه ان في قل يعني فعاليه اللقاحات تجاه المتحور دلتا كانت اقل، لكنها كانت في مفيده في حمايه اللقاحات، كانت مفيده في حمايه المصابين من الاعراض الشديده. يعني الكورونا بتيجي اللقاح، الكورونا هتيجي لحضرتك في بالنسبه للمتحور دلتا او لبعض الناس، لكن مش هيجي له اعراض شديده. في انخفاض طبعا في نسب الحمايه اللي بتوفرها اللقاحات بعد فتره من اخذها، اختلفت من استرازينيكا اللي فعاليته ثابته اكتر من فايزر،
ودي مفاجأة طبعا بعد 3 شهور من تلقي الجرعة الثانية. ده خلى أمريكا ودول كتيرة تقرر إعطاء جرعة ثالثة تنشيطية لمواجهة دلتا. قصتنا الثالثة الحقيقة من أفغانستان. يوم الخميس اللي فات طيارة شحن تابعة للجيش الألماني خرجت من أفغانستان ب7 ركاب رغم أن ساعتها 114 راكب. ده ليه؟ لأن الحقيقة كان عندهم حاجة أهم القوات الألمانية في كابول فضلت أن هي تنقذها. إيه الحاجة الأهم اللي القوات الألمانية في كابول أنقذتها؟ 65,000 علبة بيرة، 340 إزازة نبيت، بدل من إنقاذ المواطنين الأفغان اللي كانوا بيتعاملوا مع القوات الدولية طوال 20 سنة وأطفالهم وسيداتهم. وفقا لصحيفة بلد الألمانية، ده مش كلامي أنا، على مدار 10 أيام اللي فاتت آلاف الأفغان واقفين قدام بوابات مطار كابل بيتوسلوا للقوات الأجنبية أن هم ياخدوهم أي بلد بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم. معظمهم كانوا من المواطنين اللي شغالين في وظائف ترجمة وسواقين وإداريين خلال الفترة اللي فاتت مع القوات الدولية. حياتهم دلوقتي قطعا في خطر كبير بسبب طالبان، خصوصا مع تقارير بإصدار حكم إعدام على مواطن أفغاني بتهمة التعاون مع الأمريكان، لأنه أخفى، هو ما تعاونش، هو أخفى أخوه اللي كان مترجم مع القوات الأمريكية. مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الالتزام بالمهلة المحددة بإنهاء سحب القوات من أفغانستان يوم الثلاث الجاي، أصبح من الواضح أن آلاف المتعاونين الأفغان لن يتم إجلائهم بعد ما رفض الطالبان طلب أمريكي مهلة 4 أيام إضافية لإنهاء الانسحاب وسط تخوف من هجوم على القوات الأمريكية في مطار كابل. قصتنا الثالثة الحقيقة أنا مش عارف أوصفها بإيه، لكن يعني أفريقيا بتفاجئنا بالحاجات والتصريحات. كلنا كنا احتفينا من كام شهر بالسيدة سامية حسن رئيسة تنزانيا كأول سيدة تتولى المنصب في تاريخ بلادها، وطبعا يعني مش بس كده، وأول سيدة مسلمة يعني تبقى في أفريقيا في هذا المنصب، وحاجات كتيرة جدا. يعني أدلت بتصريح غريب ومفاجئ إن البنات اللي بيلعبوا كرة القدم عندهم صدور مسطحة ومفيش عندهم الجاذبية الكافية عشان يتجوزوا. تصريحات كانت في قصر الرئاسة خلال استقبال منتخب تنزانيا للرجال تحت 23 سنة. السيدة الرئيسة سامية حسن قالت إن السيدات الرياضيات الزواج بالنسبة ليهم حلم بسبب مظهرهم لأن تكوينهم الجسماني لا يختلف عن الرجال. تصريحات الرئيسة التنزانية أكيد أدت لاعتراضات واسعة في البلاد، اعتبرها كتير من الشعب التنزاني إهانة لجميع السيدات، وصدمة الأكبر إن هي أول سيدة تتولى الرئاسة في البلاد. قطعا يعني شيء غريب وتصريح أغرب. ترند الأسبوع بقى يعني بكل أمانة والطبيعي إن هو يعني كان عندنا ترندين بيتنافسوا. الترند طبعا الأبرز هو حصول الزمالك على الدوري، طبعا فرحة إخواننا الزملكاوية بالحصول على الدوري ال 13 في تاريخهم أكيد كانت فرحة طاغية وكان السوشيال ميديا مقلوبة. لكن الحقيقة إحنا في الآخر قلنا أكيد أخونا هاني حتحوت وبرنامجه طبعا الأبرز في القناة تناول مسألة الدوري بشكل واسع، فإحنا انحازنا لي. ومبروك طبعا لكل أصدقائي الزملكاوية، يعني أنا أهلاوي لكن أكيد ألف ألف مبروك للجميع، من حقهم يفرحوا واجتهدوا وكانوا الأفضل. الترند الأسبوع ده كان عن حاجة غريبة أنا شخصيا مثلا ما اكتشفتهاش غير من يومين، هو بسمع الناس تتكلم عن الصبارة الراقصة لكن مش عارف إيه اللي حصل. مرة واحدة ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي، الحكاية للي ما يعرفش وأنا كنت واحد من الناس اللي ما تعرفش، لعبة قماش وقطن على شكل صبارة بتردد الكلام وراك وبتشغل أغاني وترقص عليها. الموضوع من بعيد يبان انه لعبة اطفال، لكن الغريب ان الكبار هم اللي اقبلوا عليها واهتموا بيها مش بس في مصر لكن في العالم. ناس كتيرة اشترت اللي حضراتكم شايفينها دي على الشاشة صبارة، منهم محظوظين لحقوا قبل ما سعرها يغلى حوالي 150% في اقل من اسبوع بعد ما بقت ترند. وصل سعر يعني هذا المشهد اللي قصاد حضراتكم ل 500 و600 جنيه واحيانا اكتر من كده.
اخترنا لحضراتكم بعض اللي الناس قالته على السوشيال ميديا عن الصبارة الراقصة. على تويتر قال حساب باسم كريم محمد: قد يبدو الموضوع تافه ولكن أطالب بتخفيض سعر الصبارة الراقصة. رد عليه حساب باسم حسام الدين بيقول إن سعرها في الصين مكان تصنعها يساوي 20 جنيه. أما رجب أبو إسماعيل: الصبارة الراقصة دي أثبتت إن الإنسان طفل لحد 50 سنة، وأعتقد ممكن كمان أكبر من كده. على فيسبوك قال حساب باسم ماجد مسلم: الصبارة الراقصة عاملة قلق في العالم كله مش في مصر بس، محققة مبيعات رهيبة على أمازون، وده إن دل على شيء فأكيد بيدل على إن الكوكب كله بيمر بأزمة فراغ وأزمة نفسية. لقطة الأسبوع، لقطة أسبوعنا الحقيقة أنا شخصيا سعيد سعادة بالغة بيها: الإرادة والتحدي. زي ما كنا اتكلمنا واهتمينا بأبطالنا في أولمبياد طوكيو، كمان عندنا دلوقتي أبطال تانيين كبار وعظام من أصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو. الصورة اللي هتكلم عنها دلوقتي صورة بطل صعب يتكرر زيه في العالم، إبراهيم حمدتو، اللي بيواصل إبهار العالم في لعبة تنس الطاولة رغم إن هو من غير إيدين. مصور الدنماركي لارس مولر نشر صورة لحمدتو من ماتش امبارح في طوكيو، الصورة اللي قدام حضراتكم ده، وده البوست اللي كتبه، وكتب إنه مش مصدق اللي شافه من البطل إبراهيم حمدتو. قال إنه شاف له صور في أولمبياد ريو 2016 لكن ما جاتش الفرصة إنه يصوره هو شخصيا كمصور، وإن حمدتو واحد من الرياضيين اللي كان نفسه يصورهم. أضاف: هذا هو السبب في أن الألعاب البارالمبية هي حدث رائع، الناس يحققون المستحيل. وهو فعلا شوفوا حضراتكم وهو بيحدف الإرسال برجليه وبيشو يعني، والمضرب في بقه، يعني حاجة إرادة وحاجة عظيمة. ربنا يوفقه ويوفق كل أبطالنا. مكملين مع حضراتكم لكن بعد الفاصل، من فضلكم تابعونا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة في الفاصل في ناس سألتني: وانت ما خدتش ليه الترند بتاع الدكتور محمد رمضان؟ الحقيقة انا ما خدتوش، لان النهاردة انا عندي لقاء مع دكتور بجد، مش دكتور واخد ورقة من مركز خاص في شقة في لبنان بيعلم ألماني ومسمي نفسه دكتور. مصر ما هياش، مع كامل احترامي طبعا، يعني في فنانين عظام ويمكن هو يكون له جمهور وعنده متابعين وكل حاجة، يعني أنا ما بنكرش عليه ده، لكن بنكر الحقيقة على العلم والعلماء والدكاترة إن تكون الأمور سهلة كده. دلوقتي معايا نموذج من النماذج اللي تعبت، شاب مصري خرج من كلية علوم جامعة طنطا وراح للولايات المتحدة الأمريكية باحث، ثم أسس شركته، وسمعنا مرة واحدة إن هو واحد تم اختياره من 40 واحد أهم شخصية في المشروعات الناشئة في إحدى الولايات الأمريكية. تفاصيل أكتر وحاجات أكتر معايا منورني من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور إسلام فهمي موسى. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أنا مبسوط جدا معاك النهاردة والله، شكرا على المقدمة الجميلة. يعني أنا اللي سعيد وفخور ومتشرف، ويعني خاصة أنك بلدياتي وحاجة مشرفة. دكتور إسلام، بداية أنا عايز أعرف منك إيه أهمية التكريم الأخير أو الاختيار الأخير ده، بيتم بناء على إيه؟ وهل في أي شكل من أشكال التدخل؟ يعني أنت اتدخلت، كلمت حد، يعني حد قريبك في اللجنة اللي اختارت الموضوع ده؟ الله يكرمك. هي الفكرة إن الاختيار ده اسمه 40 under 40، وده بي يعني الاختيار ده تم على مستوى الولايه بتاعتي انا بس، في 40 اندر 40 على مستوى العالم بتقدمها برضو مجلات تانية زي 40 من تحت ال 40، بيختاروا 40 واحد من اللي تحت 40 سنه بالظبط كده، بيختاروا 40 شخص تحت سن 40 سنه، وفي برضو حاجه اسمها 30 اندر 30 بيختاروا 30 واحد تحت سن 30 سنه. بس بالنسبه للجائزه بتاعتي انا، يعني دي كانت الترشيحات بتتم ترشيحات خارجيه من جهات مختلفه، ممكن الجامعه ترشحك وممكن
البروفيسور بتاعك يرشحك، وفي الاخر خلاص هم المجله بتستقبل الترشيحات دي. دي المجله الاساسيه بتاعت الولايه اسمها هارتفورد بزنس جورنال، ودي بتبعت الترشيحات دي للجنه تحكيم خارجيه، هما بيحكموا المقاومات بتاعت كل مرشح، وفي الاخر خلاص بيعلنوا عن قائمه ال 40 اندر 40. طيب دكتور اسلام، انت بدات كباحث في الجامعه، ازاي تحولت من البحث العلمي للبزنس؟ والله ده سؤال جميل جدا. طبعا هي انا عمري ما تصورت نفسي ان انا ممكن اكون في مجال البيزنس، يعني طول عمري بتصور نفسي اكون باحث واترقى يعني في الايه في درجات الابحاث المختلفه واعمل ابحاث وكده. بس اللي حصل ان انا في نهايه فتره الدكتوراه بتاعتي في امريكا، كانت زوجتي اسراء الصناديدي كانت بدات هي برنامج الدكتوراه بتاعتها في نفس الولايه، وانا ساعتها كنت بتكلم على جامعه كونتكت بالظبط، يونيفرسيتي اوف كونتكت بالظبط. دي ولايه موجوده في الشرق تقريبا ساعتين ونص كده من نيويورك. تمام. فكان المحرك الاساسي يعني ان انا ابدا الشركه، يعني ما كانش اكشن الاختراع نفسه، يعني كان الوضع الاسري. كان انا جاي لاوفر من جامعه كاليفورنيا سان دييغو ان انا اروح اعمل بوست دوك او ابحث ما بعد الدكتوراه في الجامعه دي، وكانت زوجتي كانت لسه بتبدا برنامج الدكتوراه في نفس الجامعه اللي انا اخذت منها الدكتوراه، يعني انا بخلص وهي بتبدا. تمام. فكان قدامي اختيارين، يا اما انا اروح بوست دوك في جامعه ثانيه والاسره تنفصل، يا اما ان انا هي استنت وضحت عشاني فتره، فجاء الوقت بقى ان انا كمان استيك اراوند يعني وافضل موجود واشوف ايه اكتر حاجه اكسايتنج او اكتر حاجه انا نفسي اعملها واتعلم منها حاجه جديده واحاول اقدم بيها حاجه مفيده للناس. فكان القرار ان انا ابدا الشركه مع الاذر كوفاوندرز يعني او المؤسسين الاخرين في الشركه، وبدانا الشركه في 2018. طيب احنا عندنا المسافه بين البحث العلمي وبين في مصر وبين البيزنس تبدو واسعه وتبدو ان هي مستحيله كمان. انتوا هل الرؤيه دي صحيحه، وهل احنا ممكن نكمل بنفس الطريقه دي؟ والله هي المسافه بين البحث العلمي والماركت دي يمكن من النقط اللي الدول هنا في يعني في الغرب بدات او امريكا واوروبا بداوا ان هم يحاولوا يقفلوا الجاب ما بين البحث العلمي والماركت. يعني كان في جاب كبيره ممكن مثلا من 20 30 سنه، ما كانش كان معظم الابحاث العلميه اللي بتطلع كانت بتخدم يعني الترقي والنشر الاوراق العلميه والمكانه الاكاديميه. ومع الوقت بدات الجهات المانحه للفلوس او للفندنج للابحاث تبدا تحط شروط للجامعات ان انا عايز البحث بتاعك يعني يخدم المنتج الفلاني، او البحث بتاعك يخدم منتج موجود على ارض الواقع. فبدا الفاندنج يتقسم يعني لجزئين، ينقسم لجزئين. الجزء الاولاني بيخدم البيزك ساينس او العلوم الاساسيه، يعني لسه في ابحاث في امريكا بتتم في خلال في العلوم الاساسيه او العلوم التقليديه. بس بقى معظم الجهات المانحه زي الان اي اتش او الناشونال انستيتيوت اوف هيلث الان اس اف دي ودي، كل المنظمات دي بدات تدي فلوس للابحاث او للبروفيسورز اللي عندهم فكره مشروع يمكن تطبيقه وممكن يفيد الناس بشكل عام. فبدات غصب عنك البروفيسور عشان ياخد فاندنج لازم يبدا يوجه الابحاث بتاعته في اتجاه الكوميرشال واتجاه الصناعه وازاي يخدم المجتمع. فاوتوماتيكالي بدا يحصل شفت في بيسموه بيان لايك بارادايم شفت، يعني في الايه في الاتجاه احنا بتاع احنا نعمل الشفت ده ازاي يا دكتور؟ هو الشفت ده هيحصل عن طريق ان نفس الكلام اللي حصل في امريكا بالظبط احنا ممكن نعمله في مصر. مصر ما شاء الله برضو فيها فاندنج بيوجه للجامعات، والجامعات بتوزع التمويل ده للدكاتره المتميزين اللي بيعملوا ابحاث في الجامعه. فاللي بيحصل ان الدوله بيبقى لها توجه، احنا مثلا كمصر مثلا عايزه تتقدم في مجال الطاقه، فتبدا تقول والله انا هحط مثلا الميزانيه دي، هي نفس الميزانيه الموجوده او اكبر شويه، ويبدا يقولوا ده دي المايلستونز اللي احنا عايزينها. يعني مش هندي الفاندنج لحد بيدور على ان هو يعمل بحث عشان يملى بيه فراغ عشان يعمل حته ما اتعملتش قبل كده، لا احنا عايزين نعمل بحث يصل بيه في النهايه لخط الانتاج ويبقى فيه منتج يوصل للصناعه. المنتج ده احنا يا اما نصدره يا اما المجتمع يستهلكه.
طيب دكتور اسلام، هو ده التوجه اللي ممكن يحصل يعني. دكتور اسلام، انت بدات شركتك المتخصصه في مجال الطاقه والذكاء الاصطناعي فولتكسون للتكنولوجيا من حوالي سنتين. شايف ازاي احنا مجال الشركات الناشئه، وهو يعني العالم كله بيتجه له الان، ازاي مصر ممكن تتطور فيه، وهل احنا قادرين على ده؟ دي نقطة جميلة جدا. هي الفكرة في احنا قادرين، طبعا احنا قادرين، والقدرة هنا بتيجي نتيجة ان مصر ما شاء الله فيها ريسورسز، يعني فيها موارد طبيعية وفيها شمس ما شاء الله مشمسة طول الوقت، ده طاقة جاية لنا احنا ممكن نحولها من صورة لصورة تانية. مصر فيها ريسورسز في صورة هيومن ريسورسز، او يعني باحثين متميزين موجودين في مصر وموجودين في جميع انحاء العالم، في اوروبا، في اليابان، في امريكا، عندهم يعني متخصصين في كل التخصصات اللي احنا ممكن نتمناها. فالحمد لله كريسورسز مصر عندها القدره ان هي تعمل ده. بالنسبه لي التوجه احنا ممكن نعمل ده ازاي، الستارت ابس هي فكره ان الدوله بتدعم الشركات الناشئه اللي هي في وقت بسيط جدا ممكن تتحول من مجرد 3-4 قاعدين في اوضه مقفوله او في جراج تحت السلم، ليه بيحاولوا ان هم يعملوا منتج، ليه منتج ده ممكن بعد كده ينجح ويحقق مليارات الدولارات ودخل بيتم لمصر. ف يعني مصر نتمنى ان هي ان شاء الله تبقى يعني هي رائده في الستارت ابس في افريقيا، وتبقى هي الحلقه الوصل ما بين اوروبا وافريقيا. ان شاء الله بعد ما لبست بدله البيزنس ممكن ترجع تلبس بالطو المعمل تاني. والله ده انا بلبس بالطو المعمل جوه الشركه، يعني هو واقع الامر ان جماعه الحسنيين يعني هو طيب. الشركه بيبقى فيها معمل واحنا بنعمل ابحاث بالظبط زي الابحاث اللي انا كنت بعملها اثناء الدكتوراه. الفرق الوحيد ان البحث ده غير مصمم لان هو ينشر في المجالات العلميه، هو بيبقى مصمم ان احنا نوصل بالمنتج ليه بيرفورمانس ماتريكس او لدلالات يعني ان هو بيشتغل كويس، فبنعمل ابحاث عشان نوصل للموضوع ده. فانا بلبس البلطو فعلا يعني، بس هي طيب ده شيء عظيم. دكتور اسلام فهمي موسى اللي تم اختياره من الفائزين بجائزه الـ40 شخصيه صناعيه الاكثر تاثيرا في مجال الصناعه بولايه كونتيكت الامريكيه تحت سن 40 سنه. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. متشكر جدا يا صاحبي. فاصل قصير ومن بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، من فضلكم تابعونا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي حديث الساعة الجامعات الخاصة. خلاص خلصنا الهوجة بتاعة الثانوية العامة والنتائج والتنسيق عالي والتنسيق وطي وكل الكلام ده. طبعا الهدف الأساسي هو الوصول للجامعة. من سنوات طويلة بدأت الجامعات الخاصة في مصر تقريبا حوالي 30 سنة، لكن قطعا أهمية وانتشار الجامعات الخاصة في السنين الأخيرة كان أكبر بكتير. الشكاوى من ارتفاع المصروفات، أو خلينا نتكلم الجدل حوالين ارتفاع المصروفات طول الوقت بيتجدد مع كل سنة. احنا في ناس بتتكلم على ان الأرقام أعلى من اللزوم، والجامعات بتأكد ان ده عشان تقديم خدمة علمية مناسبة، وان دي ارقام ما فيهاش اي مبالغات، خصوصا ان نسب الزيادات بتكون مختلفة من جامعة للتانية، والرقم بيكون مختلف من جامعة للتانية. قانون الجامعات الخاصة الصادر سنة 1992 بيقول ان الغرض الاساسي من انشاء الجامعات ان ما يكونش هدفة للربح، وكمان الجامعات الخاصة بتقول ان العملية التعليمية مكلفة، وان ما يحدث هي قيمة عادلة بلا مغالاة على الاطلاق. عموما النهارده هنناقش هذا الموضوع من كل الجوانب. معايا ومنورني في الاستوديو دكتوره ماجده نصر، عضو مجلس النواب سابقا ونائب رئيس جامعه المنصوره سابقا. اهلا بحضرتك يا دكتور. ايضا معايا ومنورني رئيس واحده من كبرى الجامعات الخاصه في مصر دكتور عباده سرحان، رئيس جامعه المستقبل. اهلا بحضرتك يا دكتور. خليني ابتدي مع دكتوره ماجده.
في رأي حضرتك هل القيمة متوسط طبعا لأن أنا عارف أن الأرقام متفاوتة من جامعة للتانية، هل أرقام مصروفات الجامعات الخاصة في مصر عادل ولا حضرتك شايفة أن في مغالاة؟ الحقيقة عشان ما أقدرش أقول أن هو يعني ناخد جزئية معينة في الجامعات الخاصة ونقول أن هي مغالاة فيها أو لا، لكن اللي احنا بنقوله دلوقتي أن في عديد من الأنواع في الجامعات والعملية عرض وطلب، وأصبح زي ما حضرتك في المقدمة قلت أن هو العملية مكلفة جداً، لكن الفكرة ان هو بس ان يبقى فيه نسب للزيادات تتناسب مع سنويا مثلا، وهي دي موجودة اكيد، يعني ما يبقاش فيه مغالاة ان السنة دي الرسوم بشكل معين وترتفع مرة واحدة، زائد ان حاليا لو احنا بصينا في عديد من الانواع تتناسب مع حد كبير جدا كل الفئات المكان يعني او غالبيتها، بدءا من الجامعات الحكوميه بتتناسب مع دي تعتبر مجانيه، عن الجامعات الخاصه والاهليه اللي هي جدد بقى السنه دي، لكن انا مبدئيا هتكلم عن يعني لو انا بتكلم على ان في فئات من المجتمع غير قادره ففي نوعيه الجامعات طبعا الحكومية. ده حضرتك مفهوم احنا مش نبتدي نصنف لا انا اقصد يعني عشان اوصل لحضرتك بالرسوم الخاصه بالجامعات الخاصه، اصبح في جامعات اهليه وهي اقل من رسومها من الجامعات هل الخاصه. هل هي اقل فعلا؟ هي اقل يعني في ناس بتقول ان هي ولكن مش اقل، ليست اقل بكثير لا هي اقل ولكن مش بنسبة كبيرة قوي، مش مثلا يعني زيادة عن الجامعات الحكومية حاجة بسيطة، لا هي أقل. ليه برضو؟ وبعد كده الجامعات الخاصة في حاجات رسومها بنسبة معقولة وفي أعلى وفي أعلى، ولكن حضرتك ما تبصش على ده فقط على الرسوم فقط، حضرتك بص على أنواع الكليات والخدمة المؤداة داخل الكليات والاختلافات دي جاية منين، ودي بتراجع في بداية في إنشاء أي جامعة خاصة. الجامعة الأهلية كذلك يعني، وهي تجربة جديدة صحيح، فتح السنة اللي فاتت 3 جامعات والسنة دي جامعة المنصورة الأهلية، وكمان لسه في الخطة كل الجامعات الحكومية هيبقى في جامعات طبعًا أهلية. دكتور يعني حضرتك إيه هي المعايير اللي حضراتكم في الجامعات الخاصة بتحددوا بناء عليها المصروفات؟ طبعا في كليات مختلفة ولها معايير مختلفة، وإيه كمان المعايير الخاصة بالزيادة؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، أولا حتة الزيادة دي إحنا الطالب اللي بيخش بمصروفات بيفضل عليها لغاية ما يتخرج، فما فيش مليم زيادة على أي طالب، لأنه من ساعة ما بيخش بيحاط وبيعلم إن هيخش مصاريف كذا بتفضل مع المصاريف دي حتى يتخرج مهما حصل. مهما حصل. يمكن ما يعني حتى حضرتك فترة التعويم وكده من 2006 حتى من 2006 حتى هذه اللحظة مفيش تعريفة زاد على طالب دخل بيه، إنما طبعا ممكن يزيد كل سنة المصاريف دي قضية أخرى للجديد، إنما للطالب اللي موجود مصاريفه كما هي حتى يتخرج. تمام. بالرغم أن هناك موافقة أو في سماح أن ممكن في حدود 5% كل سنة نزود المصاريف، بس إحنا الحقيقة مجلس الأمنا عندنا قرر أنه ما يزودش على الطالب، لأن الطالب خلاص ولي الأمر عارف أنه هيدفع المبلغ ده، فبيفضل معاه لغاية ما يخلص الدراسة. تمام. طبعا حضرتك الجامعة ليست فقط لأن إحنا بنعلم ونخرج، فيها بحث علمي، البحث العلمي ده بيتكلف كتير قوي، في عندنا حضرتك بنبعت خطة نبتعث عندنا يعني المدرسين المساعدين والمعيدين بنطلعهم على نفقة الجامعة في بعثات خارجية، ده مكلف برضو. المشروعات اللي بنديها البحثية للناس بنصرف على النهاردة لو عضو هيئة التدريس عنده بحث مقبول في مؤتمر دولي في الخارج الجامعة بتتحمل نفقات السفر والبتاع مهما كان عدد المرات، طالما لان ده هيعلي من الرانك بتاع الجامعة، فاحنا بنساعد عضو هيئة التدريس على ان يعمل ابحاث. هل عندكم ارقام بهذا يعني كم مبتعث عندكم دكتور الجامعة بتنفق عليه كم بحث؟ بص حضرتك لا ما انا حدي حضرتك ارقام، انا حدي حضرتك ارقام اسهل شويه فضل. عشان يعني احنا حضرتك النهارده عندنا في 3 جهات دوليه بتعمل تصنيف عالمي سواء كانت الكيو اس او الشنغهاي او التايمز هاير ايدوكيشن، احنا الحمد لله في الكيو اس على مستوى العالم العربي تاني سنه، السنه الاولى كنا 81 على الدول العربيه كلها، السنه دي طلعنا الى 71 وطلعنا على الجامعات المصريه الحكوميه والخاصه نمره 11 الحمد لله. بالنسبه حضرتك للبحث العلمي عندنا يمكن احنا الجامعه الوحيده
في مصر اللي بتطلع مجلة علمية سنوية لكل كلية، ودي بننشر فيها مجانا لكل، برغم ان احنا نتحمل تكاليف الاشتراك فيها والنشر، انما بنشجع اعضاء التدريس والباحثين في الجامعات سواء في مصر او في الخارج ان هم ينشروا ابحاثهم، ودي محكمة عالميا. من ضمن الحاجات المهمة برضو حضرتك ان احنا لازم نشترك مع جامعات في الخارج في مشاريع الاتحاد الاوروبي. يعني حضرتك دكتور، لا افهم من كلام حضرتك ان ما يتم تحصيله من مصروفات بالكامل يتم انفاقه وفقا لقانون الجامعات الخاصة داخل الجامعة، سواء على مشروعات بحث علمي او على الطلبة او طلب دراسات العليا كمان، لان حضرتك النهاردة عندك ماجستير، احنا الحمد لله برضو، لان ده بينعكس في النهاية على تصنيف الجامعة بالزبط. وبالتالي وهو ده اللي قوة الشهادة اللي بيحصل حضرتك برضو عليها. غير تصنيف الجامعة في حاجة مهمة قوي، الاكريديتيشن من البورز اللي بره زي الايبت والاي سي بي اي في الصيدلة وهكذا، احنا برضو الحمد لله مقدمين. وطبعا على المستوى القومي او المستوى الخاص الحمد لله احنا كل او معظم الكليات بتاعتنا واخده الاكريديتيشن او الاعتماد من الهيئه القوميه للاعتماد نقائي، وكل سنه بنحاول نحسن طبعا. طيب دكتوره ماجده، وحضرتك نائب رئيس جامعه كبيره سابقه وبرلمانيه ايضا، هل حضرتك بتري ان تكلفه العمليه التعليميه الجامعيه تتناسب مع الأرقام اللي حضرتك أكيد تعرفي كثير منها بالنسبة للكليات المختلفة؟ وأنا برضو دايما بكلم حضرتك على متوسطات، مش بتكلم على جهة معينة أو جامعة معينة. حضرتك تقصد بالنسبة للجامعات الخاصة؟ طبعاً يعني كرسوم. طبعاً إحنا كل كلامنا على يعني أكيد هي التكلفة بالشكل ده، ولكن أكيد في نسبة ربح، يعني تمام. مش هنقول إن بالكامل، لا هو أكيد فيه نسبة ربح، ولكن المفروض أنه ما تكونش مغالة فيها، هي دي الفكرة. ففعلا هو في الجامعات الخاصة يعني بشكل هو عام، هو قانون رقم 92 ده بيتحدث عن نسبة ربح، يعني سمح بنسبة ربح ولا لم يسمح بأرباح؟ لا هي فيها نسبة ربح، فيها نسبة ما هياش ربح. الجامعات الأهلية هي اللي كل ما يتم تحصيله بيتم ضخه في هذه الجامعات، او لو كانت هي فرع من يعني جزء من جامعه حكوميه فبرضه ممكن تساهم فيها، فده كان اصل القانون بهذا الشكل. لكن الجامعات الخاصه انا عارفه ان هي فيها يعني تعبير معين وهي غير هادفه للربح، ولكن فيها اساسا يا فندم هادفه للربح اساسا هو أساس. يعني ايه دكتور؟ يعني حضرتك ان هي مش الغرض منها انها مش مشروع يعني استثماري، انما في تربح طبعا، انها بتربح وبتدفع ضرائب على الربح على فكره، يعني الدوله بتاخد ضرائب على الارباح تمام، ولكن فيها مش ربح. طبعا فسؤالي لحضرتك، هل هامش الربح ده منطقي في متوسطه في بالنسبه للارقام اللي بتقال، لان هي قريبه من بعضها في ايوه يعني هو احيانا كجامعه كحاجه اجماليه ممكن حضرتك يبقى بنسبه معقوله، ولكن احيانا يمكن في بعض الكليات اللي هي فتحت حديثا في بعض الجامعات الخاصه زي الطب مثلا على سبيل المثال ممكن يكون شويه يعني مغاله فيها بنسبه شويه، هيتضح بقى بعد كده لان لسه هم في تعاقدات مع مستشفيات حكوميه او حاجه، لكن هو لو انشا مستشفى بنفسه لو يعني ممكن يقل هذا الهامش الربح، لكن الحقيقه بنسبه يعني في بعض الكليات بحس ان هي في نسبه يعني مغاله شويه يعني. طيب دكتور عباده، وطبعا احنا القطاع الطبي هو من ابرز القطاعات اللي عليها اقبال في الجامعات الخاصه، مصر كلها عايزه اولادها دكاتره ومهندسين ودكاتره بالاساس، اسنان وطب بشري يا فندم طبعا وعلاج طبيعي وصيدله وكل حضرتك اي كل ما هو فيه ده النقطه هو يعني جاذب جدا، يعني رغم ان احنا اكتشفنا النهارده ان الموضوع اسهل من كده مع الدكتور محمد رمضان، لكن بناء على ايه القطاع الطبي الرقم بتاع مصروفاته بيتحط؟ و إذا كان فعلا دكتور ماجدة بتقول إن هناك بعض المغالاة في المتوسطات، هل حضرتك شايف إن ده منطقي؟ أنا بس هصلح دكتورة ماجدة حاجة، في آخر اجتماعين لمجلس الجامعات الخاصة اتمنع موضوع التعاقد مع المستشفيات وأصبح لزاما على كل جامعة إنها تبني المستشفى بتاعتها، فدي برضو كانت لفترة هي دي كانت لفترة السنتين اللي فاتوا، إنما وبعد كده توقف واتوقفت جميع الموافقات للجامعات إلا بعد بناء مستشفى. طبعا بناء مستشفى ده حضرتك هيبقى فيه جزء استثماري بفلوس وجزء مجاني عشان طلبة تتدرب عليه. وحد حضرتك مثال بسيط، إحنا عندنا في الجامعة يوميا في مستشفى الأسنان بنعالج من 400 ل 500 حالة مجانا تمام، مجانا. أقول لحضرتك من إيه؟ الأتوبيس بيروح يجيبهم من بيتهم ويرجعهم تاني كمان،
بناء على ايه يعني؟ يعني حضرتك بنروح في الحتت اللي هي اقل يعني، عارف حضرتك اللي هي زي قوافل طبيه يعني في العزب والحتت اللي هي محتاجه يعني، برضو عندنا تمام ناس بعد اجتماعي بالظبط كده، وبرضو العمال اللي هم في الجهات والحاجات دي. فبقول لحضرتك دي النهارده حضرتك عشان تصرف على مستشفى الاسنان بكل اذا كنت بتعمل كوبري او بتحشي او بتعمل طقم اسنان او عمليه، احنا عندنا عمليات كامله للفك حضرتك دي برضو ببنج كلي في غرف عمليات تخدير يعني، مكلفه العمليه الطبيه جامد جدا الحقيقه. فهي دي اللي بتخلي السعر يبقى عالي شويه. مش الاقبال يا دكتور؟ لا ما هو الاقبال حضرتك لانه هيطلع يشتغل ويبقى عنده عياده يعني عايز اقول لحضرتك او هيكسب. ما هو برضه هما بيشوفوها الاولاد مش عشان الاب او الام نفس الحرفه او المهنه، لا هو النهارده بيبص يشوف هيطلع لما يبقى طبيب اسنان وطبيب بشري هيقدر يطلع في عياده، يقدر يفتح عياده يكسب يعني، بيشوفوها متهيألي بالطريقه دي. طب هل يا دكتور في اليه يعني في مراقبه حكوميه على عمليه التسعير الخاص بمصروفات الجامعه ولا القرار متروك بالكامل؟ لا خليني اقول لحضرتك حاجه، هو القانون خلى من اي حاجه مش زي المعاهد الخاصه، المعاهد الخاصه لها لجان بتحدد المصروفات، انما في الجامعات الخاصه لا يوجد، انما في عرف واحنا الحقيقه دايما في كل سنه برئاسه وزير التعليم العالي بنقول والله يا جماعه ما تزودش مثلا 10% 5% يعني، بيبقى في عرف سائد ان احنا ما يبقاش في مغالاه في زياده في المصروفات يعني. تمام. طيب دكتوره ماجده، هل حضرتك بتعتقدي ان المنظومه الحاليه للتسعير او بتحتاج اكتر لتدخل الدوله، ولا ما يحدث الان هو المثالي باعتبار ان احنا بنتكلم على منشاه بالاساس خاصه؟ هو طبعا في نقطة معينة في بداية الإنشاء بيتقدم رئيس يعني يعني سواء رئيس مجلس أمنا أو المسؤول يعني عن الإنشاء في المرحلة ديت زي دراسة جدوى وهذه المبالغ وتحديد المصروفات وتحديد كل هذه الأمور على أساس معين في المرحلة دي بتراجع يعني بيبقى في مراجعة. فأعتقد أنه هو لو هي في مغالاة زيادة يعني ما هياش برضو عملية مطلقة لكن بعد كده زي ما دكتور عبادة قال أنه هو لا هو كلام دكتور عبادة أن القانون واضح أن هي عملية مطلقة لكن بيتعمل ده بشكل ودي. ما أنا عايزة زودت بس حتة صغيرة اللي هو أن اللي بيحدد قيمة التكلفة سواء بالنسبة للجامعة أو بعد كده الرسوم هما أصحاب الجامعة أو المسؤولين في الجامعة لكن في البداية خالص دي بيتم مراجعتها بحيث أن بالتأكيد أن هو لو في مغالاة لشيء معين في البداية بس بيبتدي يعني مراجعة هذه حضرتك أرقام البداية دي طبعا تختلف يعني مثلا من 20 سنة مثلا كانت جامعة 6 أكتوبر كلية الصيدلة فيها 9000 جنيه لا أنا أقصد دي البداية بعد كده بيبقى عملية الزيادة دي منصوص عليها أنه هو مسموح له زيادة بنسب معينة وفي رقابة عليها يعني هي برضو العملية مش مطلقة 100% يعني في هنا رقابة على عمليات الصرف وعلى النسب الزيادات وعلى كل هذه الأمور. يمكن مش زي مرحلة اللي هي مرحلة التعليم العام إن هي لها نسبة ثابتة سنويا دي مش موجودة في الجامعات ولكن هي عملية كل ده بيراقب. فأكيد لو في مغالاة في شيء معين أو مش مغالاة هي هنا المراقبة على إن هذا المبلغ بيتم صرفه ويتم تقديم خدمات زي ما الهدف الرئيسي للجامعة أو الكلية قال عليها ولا لا. في حالة نقص هذه يعني بياخد رسوم ولا يقدم الخدمة هنا المراجعة هنا العملية تعتبر يعني شايفة أن التدخل الأولى ما يكونش في التسعير وده قرار الجامعة لكن يكون في جودة الخدمة. لا أنا بتكلم على الوضع الحالي لكن لو حضرتك كمستقبلا أنا بسأل حضرتك على رؤية حضرتك للوضع المثالي. للوضع المثالي أن لابد برضو يبقى فيه مراقبة ومتابعة ولو في مغالاة بشكل ما لابد برضو مراجعة هذه النقطة. العملية ما هياش مطلقة خالص لكن هي فيها نسبة حرية لهذه الجامعة. ليه؟ لأن هي فكرة الجامعات الخاصة أن التميز أنا عايزة في جامعتي دي أعمل أمور معينة أعمل حوافز بشكل معين أعمل بحث علمي فهنا
ما أيدش أنا وأقول إن لا ما ينفعش أي زيادة في الرسوم. دكتور عبادة، هل حضرتك تعتقد وفقا لمقترح دكتورة ماجدة إن الدولة لابد إن إذا تدخلت الدولة في التسعير بشكل آخر ده هيقلل من قدرتكم على الحفاظ على جودة معينة؟ بص حضرتك، هو حكايه انا بس يعني في الحته دي انا هقول حاجه معلش بسيطه قوي. احنا جينا في سنه من السنين كده من حوالي 7-8 سنين فوجئنا ان احدى الجامعات الاقليميه الحكوميه برنامج الخاص فيه برامج مميزه في الكليات طبعا دي بفلوس. فوجئنا ان البرنامج المميز الخاص اغلى من البرنامج بتاعنا في جامعه حكوميه، في جامعه حكوميه اقليميه يا فندم. واستمر يعني واستمر لا ما تابعناش، بس احنا طبعا غلينا شويه لان لقينا ان احنا رجعنا حسبنا تاني تكلفتنا وشفنا. فاللي عايز اقول لحضرتك هو خلي بال حضرتك، انا برضو وده عشان يبقى واضح، انا مش بتكلم عن جامعه المستقبل. لا لا أنا لان انا ما اقصدش ان المغالاه، عشان ما يتفهمش ان انا بتكلم عن المغالاه في الجامعه، انا بتكلم في الجامعات الخاصه، وحضرتك كممثل واحده من الجامعات اللي لها اسم محترم في هذا القطاع. فهو حضرتك اكيد ان زي ما قلنا لازم يبقى فيه هامش ربح. نمره اتنين حضرتك، المرتبات بتفرق، الحوافز. يعني النهارده حضرتك لما ناس بتعمل بحث، واحد بيعمل بحث لها مكافاه، ما دي برضو بتتحسب عندي في المصروفات بتاعتي. حضرتك لازم يبقى فيه مؤتمرات علميه دوليه، لكل كليه بتعمل مؤتمر علمي دولي وبتدعو اساتذه من بره وعلماء من بره، ما هو دي برضو تكلفه. برضو بيبقى فيه وركشوبس بنعلم الاولاد وبنعمل تدريب حضرتك مستمر. احنا عندنا حتة الكونتينيو ادوكيشن او التعليم المستمر ده مهم جدا لاعضاء الرئيس وللاداريين كمان. من ضمن الكورسات مثلا بدي للاداريين كورسات انجليزي عشان يقدروا يعاملوا الطلبه الاجانب. طب دكتور، عن هامش الربح، هل هو يعني مع في يعني في مثلا في بيزنس عاده بيكون في نسب معروفه، هل حضرتك في نسب محدده لهامش الربح او متوسطات؟ بص حضرتك، عايز اقول ان هي مش ما هيش ثابته قوي. ليه؟ لان حد حضرتك مثال كان حاجه متوسطه طبعا، مفيش حاجه ثابته. لا يعني عايز اقول ممكن يعني انا النهارده مثلا ببني مبنى جديد عندي خدمات لمستشفى الاسنان، فالسنه دي هيبقى ممكن الربح ما يطلعش مثلا 5%. ليه؟ لان خدت الربح اللي انا خدته وحطيته في انفستمنت جديد في المستشفى الجديد اللي انا بعملها او المبنى. عندنا مثلا موضوع البعثات، البعثات مكلف جدا طبعا. حضرتك حضرتك اول ان اول يعني في كافرج يعني للمساله. والله بص عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الافرج يعني احنا بنتكلم على النورمال افرج، بنتكلم ما بين مثلا ايه 15-20 مثلا في المية، يعني اذا قلنا ده نورمال افرج تمام، وبيدفع منه ضرائب وكده. وزي ما بقول لحضرتك مش ثابت حسب طبعا نسبه الضرائب اللي بتدفعها الجامعات الخاصه. خمسه اعتقد 25% يمكن او حاجه، انا الحقيقه معلش دي الحته المحاسبيه. انا فاهم، انا بسال حضرتك تقريبا إنما يعني متهيألي نسبه الضرائب العاديه اللي احنا كبار ممولين يعني احنا الجامعات بيعتبروها من كبار الممولين، فنفس النسب اللي بتطبق على المشروعات العاديه. على فكره ما بيحاسبوش التعليم لوحده، ايوه ده بيتحاسب كمشروعات عادية يعني اقتصاديه عاديه. دكتوره ماجده، وحضرتك كنت نائبه في البرلمان، هل تعتقدي ان قانون المنظم لعمل الجامعات الخاصه بيحتاج لشكل من أشكال المراجعة بأي شكل من الأشكال عشان تحسين جودة العملية التعليمية؟ هو أكيد كل فترة لابد إن هو يبقى فيه مراجعات وفي تحديث، ده قاعدة عامة. في رأي حضرتك إن هو في هذه الفترة يحتاج لشيء ولا ما ولا يعني تفاصيله الآن غير كده؟ يعني ما يحضرنيش يعني حاجة معينة بالنسبة مادة مثلا معينة تحتاج إلى التغيير، ولكن بشكل عام اي قانون وخصوصا في التعليم ان هو لابد تحديث بشكل مستمر على الاقل في طرق التعليم. يعني احنا لاحظنا في الفتره الاخيره، وان كان يعني دي ميزه مش عيب، في فتره الكورونا اجبرتنا على ادخال التعليم المدمج مثلا. دي يمكن قوانيننا سواء قانون تنظيم الجامعات في الجامعات الحكوميه او الخاصه ما فيهاش دي، وكان ممكن يبقى فيه مأزق شويه. فاقصد ان هو عمليه التحديث للقوانين بشكل مستمر كل فترات، قانون ما يتغيرش يعني سنويا ولا 5 سنين ولا حاجه، ولكن قانون الجامعات الخاصه منذ فتره طويله لكن ممكن يتم عليه بعض التحديثات، وده ضروري، ده هام جدا. طب الدكتوره ماجده لفتت انتباهنا لجزئيه مهمه دكتور، وهي مساله التعليم المدمج، والمقصود بيه ان هو الافتراضي ان بقى في كتير بحكم ظروف الكورونا محاضرات وغيره بتتم اونلاين، هل ده ما قللش من تكلفه العمليه التعليميه؟ وهل هذا الـ يعني الانخفاض في التكلفه على الجامعه انعكس على الطلاب في خفض المصروفات؟
لا بص حضرتك، هو اولا الموضوع المدمج او التعليم الهايبريد او واتيفر اللي احنا بنسميه ده، احنا كان عندنا من زمان، احنا كنا بنستخدم المنصات الالكترونيه، ولذلك ربنا كرمنا مستعدين لكورونا. يوم 14 مارس 2020 لما اتقفلت الجامعات، احنا يوم 15 كنا لايف، ما فيش يوم وقعنا فيه، لدرجه ان انا مره احد المسؤولين كلمني وقال لي انت في شكوى كبيره قوي. قلت له ايه؟ قال لي اولياء الامور بيشتكوا ان اولادهم مش قادرين يشيلوا راسهم لانهم طول النهار مخليهم يشتغلوا. فقلت له ده اشكر عليها مش فاللي عايز اقوله فاللي عايز اقوله ان احنا الحمد لله الاونلاين شغال، وده مكلف الحقيقه مش قليل، لان حضرتك الاونلاين مكلف اكتر من تكلفه طبعا حضرتك، لان انت يعني الاستاذ حضرتك بياخد مرتبه زي ما هو، وفي نفس الوقت بتدفع ثمن السوفت وير اللي انت بتستخدمه. بس حضرتك في المقابل ما بتدفعش يعني اكيد استهلاك المياه والكهرباء والفواتير كل دي حاجات والانترنت حضرتك احنا موجودين، وكان في ساعات مكتبيه للاساتذه. احنا عندنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان في اوفيس اورز او ساعات مكتبيه مجانيه للطالب، يبقى موجود الاستاذ اون كول بتوقيت او بتايم تيبل معين للطالب. فاذا احنا حضرتك يمكن كان الاوتوبيسات مثلا قلت، بس الاستاذ بيبقى اشتراك. وحتى لما يعني الانخفاض الوحيد في تكلفه العمليه كان فقط في عمليات النقل اللي هي الاوتوبيسات. بس حضرتك ده اشتراك مش الكل، يعني عايز اقول انا مفهوم طبعا ده شيء اختياري في كل الاحوال. الفرق بتاعها رجع كان في هناك قرارات من لكن انا بتكلم كتكلفه عمليه تعليميه فعليه مش لا حضرتك دي بالعكس بتكلف، لان احنا يعني عايز اقول لحضرتك بتكلفنا في انك انت بتشترك في برامج كثيره جدا، في منصات كثيره جدا، وبعدين برضو مثلا زي برنامج الزوم ده بفلوس، يعني حضرتك النهارده عشان نعمل زومينج بفلوس. المشكله كانت برضو في الامتحانات، هل نعملها زوم؟ انتوا بتتكلفوا ايه في الزوم ده؟ برنامج مجاني؟ لا يا فندم. لا 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 حضرتك مجاني ل 40 دقيقه لو حضرتك بتخش، انما انا بشتري لايسنس حوالي 10000 او 20000، لان المحاضره ساعتين وثلاثه واربعه، فده ليها لايسنس معين. تمام. بالدولار بتدفع. لا فانا عايز اقول لحضرتك ان احنا الالكتروني ده يعني ادانا فلكسبيليتي اكتر، بالعكس ده ادانا مراقبه اكتر على الاساتذه، لان بنشوف ايه اللي بيتقال وبنشوف الطالب دخل ولا لا. النهارده الغياب والحضور اوتوماتيك، النهارده الطالب دخل والمحاضره ده من على السيستم. فكل الفاسيلتيز وكل اليوتيليتيز اللي موجوده دي مكلفه، ما هياش مجانيه. عظيم. يعني طيب دكتوره ماجده، يمكن احنا كنا في الفتره الاخيره شفنا ظواهر جديده، زي ناس بتروح عشان جامعات في اوكرانيا وروسيا ومناطق احنا يعني ما كناش متخيلها، والبعض بيفسر ده ان الدراسه هناك ارخص من الدراسه في الجامعات الخاصه هنا. هل حضرتك بتتفقي مع هذا الطرح وتفسيرك ايه لهذه الظاهره الغريبه؟ هو في بعض البلاد عالميا ارخص، ولكن الجوده والاعتراف احيانا بالشهاده غير جيد. يعني وعشان كده دي كانت اساليب ملتويه للتعليم العكس. احنا دلوقتي لا يعني هي معتمده هنا كل معظم الجامعات اللي يعني الشباب اللي بيسافر في الظروف دي للدراسه بيدور على جامعه معتمده. مش كله معترف بيه، ومش كله بيتم معادلته في المجلس الاعلى للجامعات. ومش بس كده، حتى اللي هو بعض الجامعات في بعض المناطق، انا ما بقولش يعني في امريكا في حاجات زي كده، حاجات ممتازه وكل حاجه، لكن في بعض الحاجات اللي هي تعتبر ارخص دي الحقيقة، يعني الخريج اللي بيتقال عليه من هذه الجامعة ما بيلاقيش فرصة عمل جيدة أبدا. يعني هي مجرد شهادة بيحتفظ بيها، لكن الحاجات اللي هي ذو قيمة في جامعات أجنبية على مستوى العالم احنا عملنا البديل ليها، طبعا أغلى بكتير جدا 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 من كل الجامعات الخاصة. عشان واحد يتكلف ان هو يسافر وياخد من جامعة كويسة شهادة معترف بيها يقدر حاجة أعلى مستواها العلمي، ده بتبقى بمبالغ كبيرة جدا جدا. فاحنا برضو ده اتعمل قانون اللي هو أفرع لجامعات أجنبية، وأكيد إن شاء الله لما يبتدي يبقى فيه خريجين منه هيقلل بقى الناس اللي بتسافر عشان تتعلم مش عشان تاخد شهادة. اللي حضرتك الحاجات اللي بعض المناطق اللي أرخص دي عشان ياخد شهادة بس، اسمه معاه شهاده يعني. طب دكتور عبيده، يمكن احنا في واحنا بندور حوالين الموضوع مثلا لقينا معادله غريبه جدا، جامعه زيورخ التقنيه، وطبعا سويسرا من اغلى بلاد العالم، شفنا يعني المصروفات الخريج في الاي تي في الجامعه
في السيمستر الواحد في الترم الواحد 730 فرانك اللي هو تقريبا 12000 جنيه. احنا عندنا هنا الجامعات السنه ب 175000 في جامعة. الفرق ده بيجي ازاي؟ 175 الاي تي اقل بكتير برضه، الاي تي ما ميزتش عن 100 100 في النهايه. احنا بنتكلم لو الترمين السنة في حدود 25000 اه، فبرضه وفي بلد يعني زي سويسرا اغلى بلد في العالم. فالتصور حضرتك الفروق دي بتيجي منين؟ لا الحقيقه انا استغرب طبعا، لان حضرتك النهارده حتى الاعداد هناك اقل من هنا، فازاي هيقدر والمرتبات اعلى واخد بال حضرتك؟ يعني مش عارف، انا ما اعرفش الحقيقه، يعني انا اشك في الرقم. قد يكون عليه اضافات، لا قد يكون عليه الجامعة اضافات اخرى، لا يعني حضرتك ده قد يكون البيزك تويشن فيز، ولكن ديفينتلي عليه مثلا حاجات بالساعه او حاجه، لان المرتبات اعلى. يعني ده حضرتك بس حد مينيمم متشارج، مش عارف يعني انما حضرتك ديفينتلي. جامعه خاصه ولا جامعه حكوميه؟ حتى حضرتك حتى لو حكوميه برضو في لا يعني هناك هنا هي جامعه اهليه مش خاصه، بيبقى دعم لانهم عايزين نوعيه الوظيفه دي وعايزين السكيلز معينه في برضو يحتاجها سوق يعني العمل. رقم يعني في المانيا في المانيا المانيا بلاش، لا حضرتك المانيا مجانا، قصه اخرى يعني حضرتك التعليم في المانيا مجانا، ايوه ده معروف، تمام، فدوله بتدعمه وبتكفل هي بتتحمل تكلفه التعليم بالكامل. فقد يكون ان هي دي بس ان هي مجانا، هي ليها جانب مجاني او مدعوم من احتمال من الدوله، غالب دعم يعني اكتر السويسري. طيب دكتور مجدى، وده سؤالي الاخير لحضرتك، رؤيه حضرتك مع النهارده الجامعات الاهليه، وبقى في عندنا منظومه تبدو اكثر تكاملا وفي عدد كبير من الجامعات دخل للخدمه بمعايير مختلفه، انعكاس ده ازاي على العمليه التعليميه مستوى الخريج؟ الحقيقه بالاهتمام اللي في الفتره الاخيره في التعليم بشكل عام، انا حاسه ان هو يعني وايجاد فرص كثيره ونوعيات كثيره من الجامعات، اول حاجه ان هو اي خريج هيلاقي مكان في الجامعه، دي اول حاجه، زائد هيلاقي فرص عمل بعد كده، لان في نوعيات جديده من الكليات ونوعيات من التخصصات بيحتاجها سوق العمل، فدي نقطه هامه جدا. الجامعات الاهليه اعتقد ان هي ان شاء الله لها مستقبل في الاهتمام بيها، وهتبقى وسط من المشاكل الكتيرة اللي في الجامعات الحكومية من قلة الموازنات، يمكن دي مش هتكون موجودة في الجامعات الأهلية، فدي هتديها دفعة في الكواليتي في الآخر والجودة في الآخر للمخرج الخريج، هيتخرج كل الحاجات الناقصة في الجامعات الحكومية هيلاقيها في الجامعات الأهلية، ولكن أنا أتمنى أن هي تحافظ على نفس المستويات اللي بتبتدي بيها، المستوى اللي بادية بيه من إمكانيات، من اهتمام، من رقابة في العمل، من تحديث في كل وسائل التعليم والتعلم، ده يعني يحتاج رقابة ومتابعة. ما نرتكنش على إن خلاص جامعة أهلية وتعيينات والنظام بتاعها كله مختلف عن الجامعات الحكومية، فأنا إن شاء يعني أحس إن أتوقع في تفاؤل بالنسبة لي الجامعات الأهلية. دكتور عبادة، وده سؤالي الأخير لحضرتك، دلوقتي الجامعات الخاصة كنتوا السنين اللي فاتوا ناس بتقدم وسايط عشان تدخل في الجامعات الخاصة وهي جايبة 96 و97 و98 عشان تقبل في الكليات الطبية، السنة دي الناس كلها بتصرخ من الأرقام والمجاميع، رأي حضرتك إن ما حدث السنة دي في التنسيق هيكون انعكاسه إزاي على معدلات وأرقام القبول عندكم في الجامعات؟ هو طبعا حضرتك معدلات القبول هتقل طبعا مجاميع، لأن أصلي حاجة نسبية طبعا، حضرتك العدد واحد، يعني حضرتك برضو الناس قلقانة من الحكومة وبتاع، يا جماعة ما حدش يقلق، لأن أنا عندي في كلية ما عدد معين 80 ألف 70 طالب، الألف دول جايبين 60% 50%، فهم الناس قلقانة أن هو كان بيجيب 100% أن أنا بعرفش أجيبها دي فهو حضرتك طبعا لازم هيقل البتاع، ولكن احنا المجاميع، ولكن احنا طبعا ان شاء الله عندنا اجتماع الاسبوع القادم مجلس الجامعات الخاصه عشان بنشوف المجموعه التكرارية، يعني ما بنعملهاش كده يعني اعتباطا. توقعات حضرتك كده عايزين حاجه كنترول. بص حضرتك هي لازم تقل، انما تقل بكام دي حسب حضرتك. اولا بدات تظهر مؤشرات ما هو حركه التنسيق المرحله الاولى، احنا بنجتمع بعد ظهور نتيجه المرحله الاولى عشان نقدر نشوف الاعداد، بس مؤشرات المرحله الاولى بدات تظهر، اكيد انتوا عندكم حاطين دراسات توقعات والله حضرتك يعني هو بيقال يعني ان هي مش اقل من 5% في كل كليه،
يعني 5% بس في كل كلية اذا كانت الجامعات الحكومية في 9 و10 فانما يعني اللي يعني طبعا ممكن تنزل لتسعة، بس انا بقول لحضرتك توقعات برضو انها مش هتبقى، لان احنا عندنا خد بال حضرتك انت كنت السنة اللي فاتت كام؟ يعني مثلا الطب البشري كان 95 توقعات حضرتك انه السنة دي مثلا يكون 90 وربما تحت 90. بس عايز اقول لحضرتك حاجة عدد الاماكن المتاحة في الطب البشري ممكن ما تنزلوش 90، ممكن اقل حاجه ب 92 لان احنا بناخد الاعلى وبننزل، مفهوم طبعا. فممكن ما يوصلش، يعني هو نقبل الورق 90 بس قد ما توصلش لهذا الرقم. يعني كانت الاسنان دايما 90، عمرنا ما وصلنا 90، كانت بتبقى 92 93 مثلا، لان العدد المتاح والمجاميع بتدي اعلى من الحد الادنى. لكن يعني حضرتك في حدود من 5-9% ده اللي الارقام والمؤشرات ده اذا كنا هنمشي زي الحكومه، إذا كنتوا هتمشوا زي إن شاء الله تمشوا زي الحكومة. أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبتمنى أكيد التوفيق لكل الطلبة اللي هيدخلوا السنة دي الجامعات. دكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس جامعة منصورة السابقة، أهلا بحضرتك نورتينا. ودكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل نورتينا فندم، وبنتمنى للجميع موسم دراسي وخريجين على مستوى مصر تستحقه، ان احنا اكيد نستحق الافضل. دي كانت نهاية فقرتنا، مش بس نهاية فقرتنا، نهاية حلقتنا. من فضلكم دايما تابعونا.